شكرا لمعلقنا المتألق والمتميز تامر عبد السلام. مباراة مثيرة وغريبة وممتعة، لكن بلس 90 الأهلي يفوز على بتروجيت، أصبحت القضية ممكن ماركة مسجلة باسم النادي الأهلي. افتتح لبتروجيت في الدقيقة 6 اللاعب أحمد السيد من خارج ال 18 الهدف الأول لبتروجيت في الدقيقة 6. وفي الدقيقة 10 يتعادل النادي الأهلي عن طريق المدافع معتز محمد من عرضية رائعة من اللاعب يوسف عفيفي. ويتقدم بتروجيت في الشوط الأول في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 42 من عرضية من اللاعب رقم 10 أحمد حلمي يودع عبد الله عصام على يمين حارس مرمى النادي الأهلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم بتروجيت 2-1. وفي بداية الشوط الثاني في الدقيقة 48 عرضية من محمد زعلوك بمجهود فردي يدعى محمد رأفت ليتعادل للنادي الأهلي. وفي جملة أكثر من رائعة في الدقيقة 52 يحرز هدف التقدم للنادي الأهلي اللاعب المتألق يوسف عفيفي. ثم يتعادل في الدقيقة 60 من خطأ من حارس مرمى النادي الأهلي اللاعب زياد سامح ليصبح النتيجة التعادل 3-3 في الدقيقة 60 بين الأهلي وبتروجيت. ولكن كان للنادي الأهلي رأي آخر، القاضية ممكن. في بلاس 90 الدقيقة 91 يحرز اللاعب فارس خالد من ركنية من يوسف جمال ليفوز النادي الأهلي بنتيجة 4-3 على بتروجيت في مباراة مثيرة وغريبة وممتعة. نروح لملعب المباراة ومعانا زميلنا فاروق صلاح ولقاءات ما بعد المباراة. تحياتي ليك يا فاروق، وبارك للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. تحياتي الكابتن محمد حشيش، دكتور أحمد ثابت، إليك الكلمة. من جديد أجدد التحية بيك يا كابتن أسامة وضيوفك الكرام كابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت. مباراة طبعا كبيرة راحت وجات أكتر من مرة، وإن ده اللي بتدل على شخصية لعيبة النادي الأهلي واللعب الآخر دي، لكن الواحد بيبقى في غاية السعادة لما تلاقي الفريق يعني قصاد الأهلي أو الفريق المنافس على رأس منظومة قطاع الناشئين في هذا الفريق واحد من أبناء النادي الأهلي وواحد من اللاعبين واللي أخلصوا في قطاع الناشئين للنادي الأهلي كابتن ياسر رجب رئيس قطاع الناشئين بنادي بتروجيت. اللي خليني أرحب بيك كابتن ياسر، برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. تحيات حبيبك الكابتن اسامه حسني، كابتن محمد حشيش، الدكتور احمد ثابت. خليني يعني اشيد بيك على المباراه هارد، لكن النهارده على المباراه، مباراه كبيره ومجهود كبير مبذول مع قطاع الناشئين في نادي بتروجيت. اهلا بك يا رؤى. في البدايه طبعا برحب باخويا الكابتن اسامه حسني كابتني وصاحب فضل كابتن محمد حشيش ودكتور ثابت. الحقيقه الحمد لله القطاع الحمد لله السنه دي والسنه اللي فاتت ابتدينا نشتغل على القطاع بشكل كويس. السنه اللي فاتت كانت البدايه، ابتدينا نعمل منظومه نبنيها بشكل كويس. السنه دي الحمد لله كان ربنا كرمنا ان احنا نقدر نشارك في مستوى اعلى. احنا طبعا كنا بنلعب في منطقه السويس، مع احترامنا لانديه السويس المستوى هناك ما يطلعش لعيبه او يبرز لعيبه تقدر تصعدها وتعتمد على الفريق الاول. الحقيقه كان في استراتيجيه عملناها وقدمناها لمجلس الاداره ان احنا نبدا نشتغل على قطاع الناشئين بشكل كويس، وعشان نعمل ده لازم نرتقي بالقطاع ان احنا نلعب في مستويات اعلى، يبقى في احتكاك اقوى، احتكاك اعلى. زي ما انت شايف الولاد كل مدى الامور بتتحسن، بيبتدوا ياخدوا الثقه. النهارده خبرات الممارسه للعيبه النادي الاهلي هي فرقت بشكل كبير جدا. اللعيبه عندنا برضو لسه خبراتها في الاحتكاكات القويه قليله شويه، لسه برضو الرهبه بتاعه الانديه الكبيره. طبعا انا جاي لاعب النادي الاهلي، فهو بالنسبه له النادي الاهلي ده كان اسم كبير، حاجه كده يعني بالنسبه له حلم كبير يعني. فالنهارده بيدخل جوه النادي الاهلي وشايف الاوجاع جوه النادي، شايف لعيبه النادي، شايف المنظومه ماشيه ازاي. فدي طبعا كانت مهمه جدا ان احنا نشتغل على شخصيه اللعيبه دي، وعشان نشتغل عليه بشكل كويس كابتن فاروق كان لازم ان احنا ندخل في المنافسه دي. فالحقيقه الحمد لله الولاد الحمد لله كل مدى بيستجيبوا، كل مدى الامور بتتحسن. ان شاء الله مع الوقت هتلاقي الامور بقت افضل وافضل ان شاء الله باذن الله.
كابتن ياسر، كباتننا كابتن اسامه، كابتن حشيش، ودكتور احمد سيد بيشيدوا بالفرقه، بيشيدوا بالمجهود. عايز اخد حضرتك نقطه مهمه، شفت ازاي اذاعه المباراه على الهواء مباشره على قناه النادي الاهلي؟ ودي بادره دايما بتتبناها قناه النادي الاهلي، نشوف مباراه الناشئين على الهواء مباشره. الحقيقه ده مش جديد على قناه النادي الاهلي، ان قناه النادي الاهلي دايما بتقدم ولاد النادي، وبتقدم دايما اللعيبه بتاعت النادي بشكل كويس لجماهير النادي الاهلي، وتعرف جماهير النادي الاهلي ان اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله هيكون ازاي. ما شاء الله القطاع في النادي الاهلي ماشي بشكل كويس، الامور ماشيه بشكل افضل، ان شاء الله يبقى في دعم للفريق الاول برضه من جوه النادي الاهلي. الموضوع ده كان مؤثر نفسيا على اولادنا عندنا برضو، الولاد مش متعودين ان هم ماتشاتهم تتذاع، الموضوع كان بالنسبه لهم كان في رهبه شويه. ابتدينا برضو نشتغل على عامل النفس عندهم شويه، دي حاجه كويسه، دي حاجه ايجابيه مش سلبيه، بحيث ان انت برضو تشيل الرهبه من عند الولاد ان هو الماتش مذاع. انت النهارده يعني الموضوع كان تقيل، جاي لاعب النادي الاهلي، المباراه مذاعه، داخل المباراه جوه النادي الاهلي، فالامور بلعب اول سنه، الولاد دول اول سنه يحتكوا احتكاك قوي زي ده، كل دي امور عامله ضغوط على الولاد. الولاد شغالين بشكل كويس النهارده، الكرامبات والحاجات دي كلها على فكره الولاد، يعني احنا معانا مواد بدني وشغالين بسيستم، القطاع كله شغال بسيستم واحد. لو حضرتك ركزت حتى في مباراه 2003 نفس الاداء ونفس الاسلوب ونفس طريقه اللعب والشغل كله واحد، في منظومه احنا عاملينها بشكل كويس. هي القصه كلها التوتر العصبي والشد العصبي عند الولاد هو اللي مخلي الامور توصل للشكل اللي الولاد فيه، لكن انا سعيد طبعا بالنادي الاهلي، وسعيد باولادنا في بتروجيت، ان شاء الله يعني يبقوا في المستقبل دعم لنادي بتروجيت الفريق الاول ان شاء الله. اشكرك يا كابتن ياسر، واتمنى لك التوفيق في المباراه اللي جايه باذن الله. يا كابتن فاروق، وسلام لكابتننا الكبار، ودايما موفقين النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا كابتن. مستمرين معاك يا كابتن اسامه، طبعا بينضم لنا في هذه الاثناء الكابتن سامر عبد الرحمن، ودي مشهد والروح الرياضيه دايما اللي بنقول عليها كابناء النادي الاهلي، سواء الكابتن ياسر رجب والكابتن سامر عبد الرحمن. كابتن سامر، خليني تحيات الكابتن اسامه حسني، كابتن حشيش، والدكتور احمد ثابت. مباراه راحت وجت اكتر من مره، لكن خلينا دايما بنقول رهننا على شخصيه لعيبه النادي الاهلي، رهننا على اللعب الاخر دقيقه. سلم طبعا على الكابتن اسامه والدكتور احمد والكابتن حشيش، وبهني الكابتن ياسر. على فكره احنا لعبنا مع بعض انا والكابتن ياسر 4 سنين في النادي الاهلي، مع ان هو اكبر مني، لكن احنا انضمنا للفرقه بتاعتي على الفرقه الكابتن ياسر فتره من فترات. هنيه عامل قطاع كويس، شفت 3 ماتشات ما شاء الله، فرق منظمه. اعتقد احنا النهارده اثر علينا شويه الاجهاد، لعبنا 3 ماتشات منهم سافرنا مرتين في اسبوع، فطبعا 3 ماتشات في اسبوع مع الاتحاد والمصري وبيراميدز، 3 ماتشات بره ملعبك فيهم سفريتين، اعتقد ان ده كان مأثر قوي قوي النهارده في العمل البدني مع الفرقه. الحمد لله في الاخر قدرنا ان احنا تظهر شخصيه النادي الاهلي واللعب على الفوز لاخر دقيقه، الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع بالفوز الحمد لله. هيفرق معانا جدا لان احنا عندنا المباراه اللي جايه مع امبي المنافس المباشر ليك، فاعتقد ان الحمد لله المباراه خلصت، قدرنا ان احنا رغم الاجهاد البدني الواضح جدا جدا قدرنا ان احنا نخرج بالفوز، ودي حاجه الحمد لله بتميز تملي طبعا النادي الاهلي، الروح القتاليه العاليه واللعب على الفوز لاخر اللحظه. كابتن سامر، اخيرا سريعا، اخر يعني حاجه قلتها للعيبه ما بين شوطي اللقاء؟ صراحه عدلت، اتكلمت على الروح، ما عجبنيش الاداء في الشوط الاول في بعض الاوقات، رغم ان احنا سيطرنا على اول ربع ساعه بعد الهدف، كان ممكن بعد ما جبنا الهدف ان احنا نجيب هدف تاني كان هيفرق معانا جدا، لكن بعد كده الريتم زي ما قلت الريتم البدني وقع شويه، اشتغلت على ان احنا نلعب ضاغط، من عدلت شويه تكتيكيا في بعض في الشكل التكتيكي، يعني قدرنا ان احنا نجيب هدفين بدري جدا 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 في اول في الشوط، فرقوا معانا جدا، كان المهم ان احنا نهدف في اول الشوط عشان نقدر ان احنا نرجع في النتيجه يعني. شكرك كابتن سامر، وبالتوفيق في المباراه اللي جايه باذن الله. شكرا كابتن اسامه، ده كان لقائنا طبعا مع الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق في المباراه القادمه. من جديد تعود الكلمه للكابتن اسامه حسن. احنا بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، دايما متميز في لقاءاتك كالعاده. نروح لفاصل، وبعد الفاصل تحليل الفني مع الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد سامر. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حشيش، مباراه مثيره، مباراه ماراثونيه، مباراه حلوه وممتعه، في اخطاء هنا وهنا لكن في اهداف حلوه هنا وهنا، لكن الاهلي كان ليه الكلمه الاخيره بلس 90، دايما الاهلي ملوك اللعبه زي ما بنقول يعني. مبروك طبعا النادي الاهلي، طبعا القضيه الاخيره دي جوان كتير قوي الحقيقه، 7 اهداف مخليه الماتش حلو، والريتم كان سريع بتاع الماتش، الشوط الثاني جون هنا وجون هنا وتعادل وبعدين مكسب في الاخر، تغييرات كويسه طبعا سامر عملها في الشوط الثاني برضو خلت
اداء النادي احسن من الشوط الاول. بحيي طبعا يعني فرقه بتروجيت، الحقيقه لعبوا ماتش كبير بيلعبوا النادي الاهلي وعلى ارض النادي الاهلي وفي اول معترك بالنسبه لهم، يعني جمهوريه ممتاز. شايف فرقه كويسه فيها عناصر محترمه، معاهم مدرب وجهاز فني ورئيس قطاع يعني مهتمين بيه. ده تاني ماتش البتروجيت من الحقيقه بنزيعه، حاجه يعني مشرفه ليهم. بشكر طبعا سامر، وهو سامر الحقيقه في مكالمه بيني وبينه قبل المباراه قال لي احمد ان لسه يعني ما شافش اللعيبه كويس، لان هو كان محتاج مع الفرقه دي يا اسامه لسه اول سنه معاه، ومحتاج مع الفرقه دي عدد ماتشات كبير. هو ما لعبش الا 6 مباريات وديه، وده عدد غير كافي ان هو يقدر يحط ايده على العناصر السليمه، لسه في مرحله التجارب. الحمد لله من خلال التجارب وبيكسب، فدي حاجه برضو كويسه. اعتقد ان شاء الله بمرور الوقت ومرور الماتشات يحط ايده على التشكيل المناسب، وان شاء الله المباراه المهمه بالنسبه له مهمه جدا، مباراه انبي، عشان يركب بقى ويبتدي ينطلق ان شاء الله. يعني دكتور احمد ثابت، شفت اللقاء ازاي واحنا قاعدين بنتفرج؟ انا اتراهنت معاكم، قلت لكم المباراه النهارده فيها قضيه، وقلت لكم يعني انا احساسي الاهلي هيكسب في الثواني الاخيره. دي حقيقة. الاول صح ولا غلط؟ بس عشان بعد صح دي حقيقة. في البدايه طبعا الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره للفوز النهارده، فوز على طريقه القضيه ممكن، فوز دايما بروح الفانيلا الحمراء البلاس 90. يمكن كابتن سامر اتكلم على ان هم عندهم اجهاد طبعا، ان هم لعبوا 3 ماتشات ورا بعض في ظرف اسبوع. يمكن هم لعبوا الاول الاتحاد، بعد كده لعبوا المصري، بعد كده لعبوا بيراميدز. دي اثرت السفر طبعا، مباريات تقيله برضو اثرت عليهم ان هم سافروا برضو كتير، فدي نوعا ما ده عذر ليهم في حته الاهداف. ولكن انا شايف ان النتيجه برضو انت لما تحسب بقى رقميا، انت النادي الاهلي لعب 5 ماتشات في فرقه 2005 استقبل 6 اهداف، 6 اهداف في 5 ماتشات، دي نقطه سلبيه. لكن النادي يعني الاهلي دي اللي اشتغل عليها الكابتن سامر، عنده اخطاء دفاعيه وعنده مشكله سجل ممكن كده باهداف النهارده يبقى 11 مش كده؟ 11 النهارده مسجلين على في المقابل، ده النقطه السلبيه. لكن النقطه الايجابيه انت مسجل 11 هدف في 5 مباريات، اقوى خط هجوم في الدوري 2005 النادي الاهلي بمعدل 2.2 هدف في الماتش الواحد. والاصرار يا احمد على المكسب، والاصرار طبعا، والتغييرات زي الماتش المصري اللي كنا بنتكلم عليه قبل الاستوديو، صح ان هو كان مغلوب 1-0 الشوط الاولاني وبيرجع مع المصري يكسب بالتغييرات. احنا يمكن احنا اتكلمنا ما بين الشوطين على التغييرات اللي كانت المفروض تحصل، ان هو يحول طريقه اللعب ال 4-2-3-1، ده اللي حصل فعلا بنزول فارس خالد كصانع العاب، ويغير الجناحين احمد عزت واسامه، احمد عزت ناحيه الشمال واسامه احمد اللي هو جاي من مصر المقصه ناحيه اليمين، وقدام زعلوك. انا شايف زعلوك مكسب كبير، اللي هو المهاجم القادم من وادي دجله، مهاجم كويس جدا، هجام، بيقطع، بيستخلص كوره، بيلتحم، هداف، محتاج بس وقت، محتاج، انا شايف ان هو لسه محتاج بدنيا يجهز اكتر من كده. اعتقد ان هو مع تتابع المباريات مكسب زعلوك. كذلك برضو يوسف عفيفي، يوسف عفيفي لمسته للكوره حلوه جدا. كذلك يوسف سيد عبد الحفيظ قدم مباراه هايله، اولا معدل جاريه كويس جدا، استخلاصه للكره الثانيه دوره مهم جدا سيد عبد الحفيظ. حتى لو جبنا الهدف الثاني، انت بتزيع الهدف الثاني والثالث للنادي الاهلي، هاتهم من بدايتهم خالص من الكره من ورا، هتلاقي دور يوسف سيد عبد الحفيظ في استخلاص الكره والتمرير الطولي من ورا. كذلك سيف ايمن اللي خرج الشوط الاول قدم شوط هايل جدا. برضو انا شايف ان محمد رأفت كان الشوط الثاني افضل بكتير من الشوط الاولاني. محمد رأفت سجل هدف وصنع هدف، يعني جاب جون وعامل اسيست. معتز محمد النهارده مساك برده كورته حلوه جدا، وهداف، مهاجم يعني يعتبر هداف. احمد وحيد ليه دور مهم جدا في التغطيه الدفاعيه. فالنادي الاهلي النهارده بشكل عام كده زي النتيجه بتدل على سيره في الدوري، او سيره في الدوري 2005 ده، ان انت النهارده عندك قوه هجوميه كبيره جدا، ولكن عندك يعتبر في مشكله او في حراسه المرمى وفي الاخطاء الدفاعيه اللي لازم كابتن سامر يشتغل عليها الفتره الجايه. زي ما احنا شفنا نتيجه الاهلي النهارده بفوز فريق 2005 على بتروجيت في الثواني الاخيره 4-3. برضو حط حضراتكم في مباراه الاهلي وماجد برج الالماني في الدور قبل النهائي في كاس العالم للانديه، تقدم ماجد برج 16-14 للنادي الاهلي في الدقيقه دلوقتي 26. كل حاجه ممكنه، كل حاجه ممكنه، كل التوفيق ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي. نروح لملعب مباراه الاهلي وبتروجيت وفوز النادي الاهلي، ومعانا زميلنا فاروق صلاح ولقاءات ما بعد المباراه.
من جديد ده بجد التحيه بالكابتن اسامه حسني وبضيوف الكرام وبكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. معي في هذه الاثناء كابتن فريق النادي الاهلي مواليد 2005، واحد من اللعيبه المميزه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، يوسف عفيفي. يوسف، برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك على الفوز النهارده، مبروك على الهدف، مباراه كبيره راحت اكتر من مره، لكن دايما بيبقى رهاننا على شخصيه لعيبه النادي الاهلي واللعب الاخر دقيقه. الله يبارك فيك كابتن. طبعا اول حاجه الحمد لله عايز اشكر اللعيبه على المجهود اللي عملوه النهارده، وكابتن سامر طبعا بالاخص، طبعا كابتن سامر، لان حتى المباراه اللي فاتت ممكن يكون كان فيه عدم توفيق، بس هو كابتن سامر ادانا الثقه وخلانا نازلين مش حاطين في دماغنا حاجه غير المكسب، ودي روح الفانيلا الحمراء. يعني دايما لما تسجل جون في بلس 90 يعني ده تفرق معانا يعني كنادي اهلي. يعني يوسف، الكابتن سامر قال لكم ايه ما بين شوطين اللقاء؟ شفنا تغير الاداء في الشوط الثاني. يعني كابتن سامر كلمنا بالذات الشوط الثاني، لازم ننزل روح، لازم نكون رجاله شويه في الملعب، لما تلعب رجاله النتيجه بتاعت ربنا، وربنا كرمنا والحمد لله ربنا كرم. اشكرك يا يوسف والتوفيق اللي جاي باذن الله. مستمرين معاك يا كابتن اسامه. واحد من الاوراق الرابحه اللي دفع بيها الكابتن سامر عبد الرحمن في مطلع شوط اللقاء الثاني النهارده يوسف جمال. يوسف، ورحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. يوسف صنع الفرق مع النادي الاهلي في الجبهه اليمنى، اهم التعليمات اللي قالها لك الكابتن سامر عبد الرحمن مع نزولك مع بدايه الشوط الثاني. الحمد لله، اول حاجه حابب اشكر كابتن سامر واللعيبه على الاداء ده، اول حاجه على الاداء اللي احنا عملناه النهارده. الحمد لله يعني احنا كسبنا في اخر دقيقه بطلوع الروح، بس دي اهم حاجه، هي دي سمات النادي الاهلي، بيلعب لغايه اخر دقيقه. ماتش صعب، بدانا صعب، دخل فينا جون وجبنا جون وتعادلنا، وبعد كده دخل فينا ماتش كان صعب، يعني دخل فينا جون. نزلنا الشوط الثاني كان 2-1، الحمد لله الكابتن كلمني وقال لي دايما تهاجم دايما لقدام، على طول اشتغل كروسات واشتغل على طول لقدام وحفز اللعيبه. طبعا انت عارف ان احنا الماتش النهارده كان صعب، فالحمد لله يعني على المكسب. يعني يوسف، ما فقدتش الامل ان المباراه بتروح وبتيجي اكتر من بره؟ ما فقدتوش الامل؟ الدفع لسه موجود؟ قول لي كنت بتتكلموا مع بعض ازاي في الملعب؟ طبعا انت عارف ماتش صعب، ماتش جون هنا وجون هناك طبعا، بس هو برضو اللعيبه الرجاله واللي عندها شخصيه اللي بتحسم ماتشات اللي زي دي كده. الحمد لله يعني احنا من اخر دقيقه من الشوط الثاني بادئين كويس جدا، روح وجون والثاني والحمد لله، وده ما عزناش. الحمد لله احنا كنا واثقين ان احنا نكسب، ان دي الروح بتاعتنا ودي اللي احنا اتعلمناه جوه النادي، ودي اهم حاجه احنا عملناها النهارده. وبشكر اللعيبه على الاداء والرجاله على الشغل اللي عملناه النهارده. اشكرك يا يوسف والتوفيق اللي جاي حبيبي. المدافع الهداف عنده السمات المميزه معتز، واحد من اللعيبه دايما اللي بنراهن عليها في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. معتز، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ويخلينا نتكلم كده الهدف الكام السنه دي وكم هدف الموسم الماضي يا معتز. اول حاجه الحمد لله يعني بشكر ربنا على الهدف وعلى المكسب. لعيبه رجاله، هو الجول الثاني ليا السنه دي في 5 ماتشات، والسنه اللي فاتت كنت سجلت طول السيزون 5 اهداف. الحمد لله يعني بشكر ربنا على الموهبه وان احنا قدرنا نوصل وعملنا اللي علينا ورحنا كذا مره، ودي روح الفينال الحمراء احنا نلعب لاخر دقيقه، ولعيبه رجاله قدرنا نقف على رجلينا لاخر دقيقه ونوصل وما فقدناش الامل وجبنا الحمد لله وكسبنا. معتز، دايما الكابتن سامر عبد الرحمن بيدي لك تعليمات انت تزيد في الكرات الثابته، دايما شفناها في مباراه الاسماعيلي في المباراه الماضيه. معتز واحد من اللعيبه اللي بيجيد ضربات الراس. الحمد لله، هو القرانين والثوابت بدايات بتبقى تكتيك، يعني عندي انا وبستانجي وزعلوق بنعرف نلعب بدماغنا، بيعمل علينا تكتيك بيخليها تترفع علينا، وبنقدر الحمد لله يعني اللي احنا نجيب منها جول كتير. قول لي بقى، انتوا كلاعبين كنتوا بتقولوا لبعض في الملعب المباراه بتروح وتيجي اكتر من مره، في بعض الاخطاء او يعني عندنا اخطاء النهارده، لكن يعني دايما بنقول ان احنا بنلعب لاخر دقيقه، النادي الاهلي اللي الدافع بيبقى لاخر ثانيه مع صفاره الحكم. والله الاخطاء وارده في كره القدم يعني، بس احنا يعني الحمد لله عندنا ثقه في نفسنا وفي الملعب، يعني التيشيرت تقيل بنقدر ان احنا ما نفقدش الامل ويكون عندنا ثقه اللي احنا عارفين ان احنا في اي دقيقه ان شاء الله هنجيب جول. شكرا يا معتز، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والتواجد البطوله باذن الله. شكرا. مستمرين معاك يا كابتن اسامه، واحد ايضا من اللعيبه اللي صنع فارق مع نزوله اللاعب احمد عزت. عزت، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحياتي الكابتن اسامه حسني والكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت. ببارك لك النهارده على الفوز وثلاث نقاط مهمين جدا، مباراه صعبه جدا، لكن دايما بنقول لعيبه النادي الاهلي واللعيبه اللي بتنزل تصنع الفارق من على دكه البدلاء، انت كنت واحد من اللعيبه اللي صنع الفارق النهارده من على مقاعد بدلاء النادي الاهلي. طبعا الحمد لله على المكسب والاداء. بشكر اللعيبه، اللعيبه رجاله قوي، بشكر الكابتن سامر، بشكر كل الجهاز الفني. طبعا ما كانتش ماشيه معانا في اول الماتش، بس الحمد لله احنا متعودين على كده، احنا النادي الاهلي بنلعب اخر دقيقه، والحمد لله انا حاولنا ان نمشي في اخر شويه، بس الحمد لله يعني وان شاء الله اللي جاي احسن. عزت، قبل ما تنزل المباراه وانت قاعد على مقاعد البدلاء كنت بتتكلم مع اللعيبه ازاي؟ شايفين المباراه ازاي؟ ولما نزلت الملعب ايه اللي اتغير بالنسبه لك؟ طبعا انا مركز ان انا هنزل ان شاء الله هفرق، بدرس الباك يمين اللي انا العب عليه، والحمد لله نزلت فرقت وكسبنا في اخر دقيقه يعني الحمد لله. كابتن سامر عبد الرحمن، اهم التعليمات اللي قالها لك قبل نزولك. كابتن سامر طبعا بيكلمنا كلنا وما بيزهقش معانا من الكلام، اللي بيلعب او من اللي بيلعبش كلنا تيم واحد، و بيتكلم معانا كلنا يعني نشد، واهم حاجه عنده الروح وكده يعني.
الحمد لله. بشكرك احمد وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه اللي جايه باذن الله. كابتن اسامه، دي كانت لقاءاتنا وتغطيتنا لمباراه الاهلي وفريق بتروجيت في بطوله الجمهوريه للناشئين مواليد 2005 اللي انتهت بفوز النادي الاهلي باربع اهداف مقابل ثلاثه اهداف، ومباراه وفوز مهم جدا لفريق النادي الاهلي. عايز اختم مع حضرتك بنقطه مهمه جدا يا كابتن اسامه، وهي عمليه اذاعه مباراه النادي الاهلي على او مباراه قطاع الناشئين بالنادي على الهواء مباشره. يعني بتلقى امر بيلقى سعاده الجميع، سواء يعني لاعبي النادي الاهلي، اولياء الامور، الجماهير، وايضا لاعبي القطاعات الاخرى. الجميع بيسالنا، الجميع بيقول لنا مباراه النادي الاهلي بنتمنى كلنا ان احنا نلعب مباراتنا مع النادي الاهلي عشان نشوف المباريات على قناه النادي الاهلي. الجميع بيشيد بهذا الامر، بيشيد بالاستوديو ملعب الاشبال، بيشيد ببادره النادي الاهلي. دي كانت مهم جدا ان انا انقلها لحضرتك وانقلها لكل جماهير النادي الاهلي، الاشاده اللي بنلقاها في كل مكان على بادره اذاعه المباراه. ويعني نقدر نقول مباراه بعد مباراه ان شاء الله يستمر ملعب الاشبال من جديد. تعود الكلمه للكابتن اسامه حسني. بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا ومتألق كالعادة. نروح لفاصل، وبعد الفاصل التحليل الفني مستمر مع الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت. أهلا بحضراتكم من جديد. التحليل الفني بقى، ونبدأ نحلل مع ضيوفي الكرام الكابتن حشيش والدكتور أحمد ثابت أهداف اللقاء. ما شاء الله مباراة ممتعة فيها سبع أهداف، أربعة للنادي الأهلي وثلاثة لبتروجيت. نبتدي الاول الهدف الاول مع الكابتن محمد حشيش، كان لصالح بتروجيت في الدقيقه السادسه في الشوط الاول. كابتن حشيش اتفضل. طبعا تمويه كره ثابته، تمويه من لاعب عشان لاعب تاني يخش يحطها. يعني هي كانت الحقيقه مش قويه قوي، وتقريبا في نص الجول، بس كان في تكتل من اللعيبه قدام يمكن الحارس اثر على انه على الرؤيه بتاعته، فوقعت من ايده طبعا، ما لحقش طبعا حد يطلعها. كانت اعتقد انها عدت الخط المرمى، وطبعا هنا قلنا في غلطه ان كان لازم الديفنس يطلع بره شويه، يطلع مع المهاجمين بتوع بتروجيت، يرجعوا مدي له فرصه عشان يقدر يشوف الكره كويس. يعني دكتور احمد ثابت، الهدف الاول للنادي الاهلي هدف التعادل من ضربه ثابته. يوسف عفيفي الاول، هو اتلعبت، نجيبها بس من الاول. هنلاقي في اثنين واقفين، ثانيه واحده وقف هنا، في اثنين واقفين على الضربه الثابته. عشان ايه؟ تعمل نوع من اللبخه، وان انت بترفعها على القايم البعيد. يوسف عفيفي رفعها. يوسف عفيفي الاوفر بتاعه هايل بصراحه. واحد من نجوم المباراه يوسف عفيفي، لمسته للكوره حلوه قوي، اللي هو كابتن فرقه النادي الاهلي، عمل عرضيه حلوه جدا للمساك المميز اللي هو معتز محمد، اللي هو بنشوف دايما اسمه في قائمه الهدافين لانه مميز بحته الضربات الراس، دايما بيتقدم. اتلعبت برده بحيث ان انت بتعمل نوع من عدم التركيز للمدافعين، اتلعبت على القائم البعيد، توجيهه برده للكوره معتز محمد بالراس توجيه كويس، ممكن مدافع يشوطها في السماء يعني براسه، لكن ده توجيهه للكوره في الزاويه البعيده دي، لا دليل ان هو مميز في حته العاب الهواء. وانا اتفق معاك باحساسي بقى، احساس المكان. انا كنت بلعب مهاجم، هو حطها نموذجيه على شمال حارس المرمى. هدف الثاني لبتروجيت في اواخر الشوط او في الدقائق الاخيره من الشوط الاول. طبعا الهدف هنا في خطأين، البدايه طبعا من ناحيه اليمين، في ثلاث مدافعين من النادي الاهلي على اثنين مهاجمين من بتروجيت، كان المفروض الكره يستخلصوها من هنا او يمنعوه من انه يلعب كره بالعرض. هو لعب الكره طبعا بوش رجله الخارجي، عدت بقى تاني خطا من المساك الاولاني نمره 4 ونمره 11 برضو غلطه البكرايت اللي هو التغطيه العكسيه، راحت للراجل لوحده خالص يحرز طبعا. لعيب كويس احمد حلمي رقم 10 بتاع بتروجيت اللي عمل الكره بالعرض بالظبط. ورغم الخطا برضه يا دكتور احمد ثابت، انت اثنيت على سيف ايمن رغم الخطا ده، لكن عمل مباراه كبيره في الشوط الاول. طبعا الهدف ده خطا جماعي، يعني مش خطا برضه، هو خطا في التغطيه العكسيه بالنسبه له، ولكن هو خطا جماعي، وهو حاله من عدم التركيز. دايما التركيز بتبقى في بدايه الاشواط ونهايه الاشواط. صحيح، هم عشان لسه صغيرين في حته الاشواط، يعني ما عندهمش حته تركيز. لكن سيف ايمن قدم ماتش كبير لانه هو كان سريع في الشوط الاول. احنا عايزين نقول عليه حاجه يا احمد برضه، هو معذور لانه هو جاي من كان مسافة. اساسا بيلعب وينج ليفت، والراجل موظفه ناحيه الوينج ليفت، يلعب باك رايت، فهو عنده الحته الهجوميه كويسه، السرعات واخد عليها. شمال يمين مش هتفرق، انما الحته الدفاعيه عايز يعرف الوقفه بس هو لعيب مميز قوي ومكسب طبعًا. يعني انت ممكن كمان يستخدمه في المباريات الجايه طبعًا. كوينج صحيح، كجناح يمين يعمل له جبهه، مش شرط ان هو يلعب باك يمين بس. صحيح يعني. صحيح، ودي حاجه كويسه ان اللعيب يلعب باك رايت ويلعب وينج ليفت ويلعب راس حربه، يلعب في كذا مركز، بالعكس تدي له افضليه لما بيطلع درجه اولى
يبقى عنده الافضليه في هذا الامر. صحيح. في الهدف هدف التعادل للنادي الاهلي في بدايه الشوط الثاني عن طريق اللاعب يوسف. هات الكره دي بس من بدايه محمد رافع. لو رجعنا محمد رافع لو رجعنا كمان من زعلوك هي اتلعبت من يوسف سيد عبد الحفيظ لزعلوك. مجهود فردي ان هو اتحرك بقوه بدنيه. ارجع بس في الاول هتلاقي هو برده لعبها براسه حلو يعني، وخدها واستلمها وفتح مساحه على الاطراف بشكل مميز وبص الاول. يعني هو اتحرك وبص لزميله محمد رافت اللي جاي من ورا ولعبها له. لو جبت الهدف من بدايته هتلاقي برضو الادوار بتاعت الثلاثه دي، الثلاثه دول مميزين بصراحه. استاذ برجاوي بيقول لك طلباتك اوامر. يا واحد هيكون عندك الهدف من اول الباص بتاع يوسف سادة. الاول يوسف سادة هيظهر النهارده مستوى هايل مميز. ارجع بس ارجع هاتها من الاول برضو اهو. بص اتلعبت هنا الضغط بتاع زعلوك. انا شايف زعلوك مكسب اللي هو جاي من وادي دجله ده. يعني ان هو يقاتل في كره زي دي ميته، دي ميته كره ميته اتلعبت، بس هو قاتل فيها مجهود فردي وهو مميز في حته الالتحامات الهوائيه. بص البصه دي قبل ما يرفع شاف زميله وراح عاملها له والتاني حطها بمنتهى السهوله. والتاني كمان بصراحه رفض يعني خمة جيده محمد رفض كمان من لمسه واحده وحاطط حاطط تراكنها في الزاويه ببطن رجله. فدي برده يعني وانا شايفه خمة جيده زعلوك صراحه لسه يعني ما جهزش بدنيا. وكان الكابتن سامر قال الكلام دوت لما يجهز هيبدا يدخل في فورمه المباريات افضل، وهو خامه جيده يقدر يتبني عليها. دكتور احمد، يوسف سادة حفيظ لعيب مميز في وسط الملعب، لعيب عنده رؤيه بالنسبه لي مفاجاه النهارده. هات الهدف ده برده من بدايته هتلاقي يوسف سادة عبد الحفيظ هو اللي بادئ الهجمه. بس الهدف ده احلى اهداف الماتش. هدف هدف جماعي. جمله جماعيه، وفي اللي احنا كنا بنتكلم فيه الاخطاء ما بين الشوطين اللي هي مفيش سرعه، مفيش تحرك بدون كوره، والتمريرات السريعه. الهدف ده ملخص الكلام ده كله. اولا سيد عبد الحفيظ، يوسف سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيكمل مع الثلاثه اللي قدام اللي هو يوسف عفيفي والثلاثه بقى اللي نزلوا سواء مثلا احمد عزت. هنا الجمله هنا بص الجمله هي من بدايه مين اللي ضغط مين اللي ضغط سيد عبد الحفيظ. يوسف سيد عبد الحفيظ خدها ولعبها قطع الكره الثانيه لرقم 7 محمد رافت. لمسه واحده هي دي اللمسه. لمسه واحده لزعلوك نزل استلم برده محمد رافت لعبها. هنا محمد رافت عامل اسيست ومسجل هدف. صحيح. برده ما ننساش دوره في انهاء الهجمه نحطها على شمال حرس المرمى برضو في الزاويه البعيده برده. انهاء يعني في مهاره عاليه جدا. مهاره عاليه. بص في البعيده ولمسه مش في سرعه كمان طبعا. في سرعه وحاططها في البعيده. ده برده لمسه لاعب كويس. يعني يوسف عفيفي شفناه في كره الاسيست بتاع الهدف الاول العرضيه، والهدف ده دليل ان هو لعيب لمسته للكره حلوه. الجون الوحيد يا احمد اللي فيه جماعيه من فرقه النادي الاهلي يعني احسن هدف من اللاعب اشتركوا بالظبط. اجمل هدف حاجة بصراحه ملعوبة يعني. في الاهداف النهارده السبعه ومسال للتكمله كمان. كانت دلوقتي النتيجه 3-2 لصالح الاهلي. لكن لبيترو جيت كان راي اخر في الدقيقه 60 خطا من حارس المرمى. خطا من حارس المرمى. هنا بقى كابتن حشيش الافضل نمسك الكوره ولا ادي بوكس واريح نفسي واريح الدنيا؟ ادي بوكس طبعا طالما انا طالع في وسط الزحمه ومش هملكها قوي. انا ممكن بايدي على جنب من الجناب اخلص من الخطوره لغايه ما ارجع مكاني، وخصوصا ان هو كمان اتقدم. يعني هو معدي كمان في زحمه لبره وفي زحمه قدامه وفي اكتر من اشتراك من النادي الاهلي ومن لعيبه بتروجيت، فكان المفروض بوكس على الجنبين. اللي طبعا الديفنس عمل طبعا التغطيه المناسبه. يعني في واحد رجع على الخط او اثنين كانوا موجودين ورا، واخد بالك؟ واحد يا دوبك خرجها، بس برده يعني فيها لك برده جامد هنا قد بوكس في اي مكان ورايح الدنيا كلها، وابعد الخطوره عن مرمايا. بالظبط بالظبط. برضه هو الحارس لسه صغير لسه بيتعلم. برضه كحارس برضه بيتغير يعني، مش عايزين اللي هو يعني نشيد يا احمد. لسه صغير. التكمله والفولو بتاع برضه انا حابب ان انا برضه اديهم حقهم. بتروجيت حشيش اذكر سبب دي اول مباراه احنا اول مباراه طبعًا. فالحارس مخضوض شويه. اللعيبه لسه ممكن عندها رهبه اول مره نزيع ل 2005، لكن هنزيع كتير الفرقه دي ان شاء الله. وفرقه محل ثقه. ده الهدف بقى هدف القضيه ممكن بلس 90 كعاده النادي الاهلي في الثواني الاخيره. ماركه مسجله باسم كل لاعبي النادي الاهلي في كل الالعاب. فارس خالد ركنيه من يوسف جمال في الدقيقه 91 من ضربه ثابته من اولا متعه الهدف ان هو جاي في البلس 90 وان هو هدف مكسب. برضو شغل الضربات الركنيه بتاع كابتن سامر ان هي اتلعبت هنا على القريبه، وفي اكتر من لاعب جوه منطقه الجزاء اتلعبت وتقريبا خبطت في حد من المدافعين من بتروجيت ودخلت هدف. عاجبني اصرار لعيبه النادي الاهلي اصرار على الفوز 90 على الفوز. اكتر من لعيب يمكن خمسه او سته بيلعبوا في ال 18 مقسمين نفسهم برضو. مش كلهم رايحين على الكوره، واحد رايح على القريبه، واحد مستني، واحد رايح على البعيده. فالحقيقه يعني برضو كره نموذجيه في الاصرار على المكسب والانتشار والوقفه الصح في ال 18 في وقت زي ده بتبقى اللعيبه متوتره احمد وعايزه تكسب
ده مهم، مهم ان اللعيبه الصغيره تتعود وتتربى في كده في النادي الاهلي، ان ده احنا بنسميه دي ان النادي الاهلي. صحيح. ان انت ايه بتكسب في البلاس 90 بالروح والشخصيه دي، عشان كده لما بيكبروا بيبقوا متعلمين متاسسين في النادي الاهلي بشكل كويس. اخيرا كابتن حشيش، من رجل المباراه؟ انا في رايي يوسف عفيفي، مش عشان الهدف اللي جابه، لان انا يعني حصرت كده كمان اخطر واحد على المرمى بتاع بتروجيت، ضيع اكتر من فرصه كان ايجابي جدا، بياخد الكره عايز يروح يجيب جون، عمل اسيستات لزمايله غير الجون طبعا اللي جابه، مجهود كبير جدا جدا خلال التايم كله او المباراه كلها، يستاهل يكون نجم المباراه. دكتور احمد ثابت، يوسف عفيفي برضو انا شايفه اخطر لعيب في النادي الاهلي، هو عامل جبهه شمال كويسه ناحيه الجبهه اليسرى، يعني صنع الهدف الاول وسجل الهدف، ساهم في هدفين، لعيب كورته حلوه، لمسته للكوره حلوه قوي، وقائد كابتن الفرقه كمان. وبالنسبه لبتروجيت في احمد حلمي، يعني هما الاثنين رقم 10، يوسف عفيفي رقم 10 في النادي الاهلي، واحمد حلمي رقم 10 في بتروجيت، هم افضل اثنين لعيبه. عايزين نديهم حقهم يا اسامه، انا دايما بدي الحق صراحه، يعني في احمد عز المساك، وكمان لما زعنا 2003 فريق محترم بالظبط، 2005 النهارده فريق محترم ما شاء الله. اللعيبه المميزه النهارده منهم احمد عز المساك واحمد منصور ده ظهير ايسر، اسلام تامر ديفندر، احمد حلمي وزياد سامح الاثنين مهاجمين. وانا بتفق معاكم النهارده رجل المباراه كالعاده، عشان انا مقدم الاستوديو التحليلي فبختار زي ما انا عايز، يوسف عفيفي. فارس خالد صاحب هدف القضية ممكن. أيه. وأيضا من بتروجيت أحمد حلمي. تمام كده وصلنا نهاية الاستوديو التحليلي، اللي بنقول لشباب النادي الأهلي ألف مبروك، مباريات القادمة مباريات مهمة، كل التوفيق لكم إن شاء الله في المباراة القادمة، تكون مباراة صعبة أمام إنبي في إنبي، كل التوفيق لكم إن شاء الله تقدروا تاخدوا الثلاث نقاط. شرفتنا مرتين يا كابتن حشيش. شكرا يا اسو، والف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا متالق كالعاده يا دكتور ثابت. شكرا لحضرتك كابتن اسامه، والف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله دايما كده انتصار لانتصار باذن الله. ان شاء الله دايما انتصارات النادي الاهلي وافراح النادي الاهلي تكون مستمره، وزي ما النهارده فرحنا بفريق 2005 بفوز مهم ومثير في اللحظات الاخيره على فريق بتروجيت 4-3، نبارك يا رب ان شاء الله النهارده ليد النادي الاهلي، رجال النادي الاهلي دلوقتي بين الشوطين، النتيجه دلوقتي 18 لماجد برج، 17 النادي الاهلي، الفرق مش كبير، لسه في 30 دقيقه ثانيه الشوط الثاني، كل حاجه في الرياضه ممكنه، كل التوفيق للنادي الاهلي، ويا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات وفي افراح. بكده وصلنا لنهايه استوديو التحقيق، بشكر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، ونلتقي ان شاء الله في استوديو اشبال جديد في الفتره القادمه، شكرا والى اللقاء.